بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسال بحضراتكم، بصوا مبدئيا كده وقبل اي حاجه، لا تعمل لايك او لا تعمل سبسكرايب ولا الكلام اللي اي حد على يوتيوب هنا بيقوله لك ده. احنا محتاجين نسمع بعض، محتاجين نتكلم من غير ما نقطع بعض. بص عزيزي، الفرقه دي حاليا بالوضع الحالي بتاعها غير مهيئه انها تكسب ماتشات كبيره، لا مدير فني يعرف يجيب لك ماتشات كبيره ولا لعيبه تعرف تجيب لك ماتشات كبيره. يعني للاسف الشديد ريال مدريد كان المرشح الاول للفوز النهارده وفاز 2-1، مفيش اي مشكله. المشكله بقى انك تقعد تقنع نفسك ان انت اتظلمت تحكيميا، وان انت كنت ممكن انت تكسب ريال مدريد في بعض الاوقات، وكنت الهدف بتاع ديست لو كان تم تسجيله كان فرق، لان الحاجات دي محتاجين نتكلم فيها كتير. ليه برشلونه ما عندوش مدير فني ممكن يجيب له كلاسيكو؟ لان اقنعني كده، انت نجحت فكره سيرجينيو ديست اوف علشان خاطر تلعب بيها النهارده؟ بتلعب بيها اخر 3 ماتشات وفشل فشل رهيب. الواد عمل اسيست بس الكلام ده في ماتشين كان سيء جدا، وقررت انك تلعب بيه منجيزه مفترض او منجويزه مفترض ان انت موقفه علشان خاطر الناحيه الاقوى في ريال مدريد، هي ناحيه الشمال اللي بيلعبوا ناحيه فينيسيوس جونيور وتحتيه ميندي. بص انا عايز اقول لك حاجه برضو، هو ريال مدريد النهارده كان فريق في المتناول، بس فريق ريال مدريد رغم ان هو الافراد بتوعه شبه الافراد بتوع برشلونه الا ان هو بيمتلك مدير فني قوي. هتقول لي لا، في فرق، نص ملعب ريال مدريد قوي جدا، ده فيه كازيميرو وتوني كروز ولوكا. عايز اقول لك ان اللعيبه دي تقريبا لوكا وتوني كروز شطبوا المدرب بتاعهم او السيد انشيلوتي بيعتمد على حاجه واحده بس. انا جاي هنا الكامب نو، عمري ما كسبت في الكامب نو ولا مره، مش هاجي العب جيم مفتوح لان انا ما عنديش خط دفاع، انا ما عنديش خط دفاع محترم، لا الابا ولا ميليتاو يقدروا ان هم يعملوا ماتش قدام برشلونه بجيم مفتوح. فانا مضطر ان انا اجي ادافع هنا قدام برشلونه واستغل الناحيه اليمين اللي فيها منجيزه، او استغل قوتي اللي موجوده ناحيه الشمال، لان الناحيه الثانيه بتاعه رودريجو وتحتيه لوكاس فاسكيز كان مقضيها دفاع الناحيه دي، ونص الملعب وهو نص الملعب بيحاول ان هو يسيب الكره لبرشلونه ويعتمد على الهجمات المرتده. برغم كده برشلونه مش عارف يعمل استحواذ، ولا برشلونه عارف يلاقي حلول. ليه بقى؟ يعني خير الله امك على خير، فرانك ديونج مش لعيب صاحب ادوار هجوميه قويه، ولا بيعرف يعمل ادوار هجوميه، ولا ليه اي علاقه بالادوار الهجوميه. امال هم كانوا فين؟ مكان بوسكيتس، بس مع الاسف مش هيلعب غير لما بوسكيتس يقرر يعتزل. فاحنا هنفضل نعامل فرانك ديونج ان هو لاعب مطلوب منه ادوار هجوميه، والناحيه الثانيه جافي مطلوب منه ادوار هجوميه. طب هما الاثنين قادرين ان هم يربطوا الخطوط باللي مفترض الثلاثه اللي قدام اللي فيهم انسو واللي فيهم واللي موجود النهارده ديست ناحيه اليمين واللي كان موجود ناحيه الشمال ممفيس، دول هيربطوا الخطوط؟ لا، من الخطوط متباعده، والاسياد في عالم كره القدم الخطوط متباعده، الماتش بيكون صعب. وقد كان عزيزي الماتش كان صعب جدا انك تسجل فيه الا في الهفوات الدفاعيه للاعيبه ريال مدريد. لعيبه ريال مدريد اللي برغم ان هم كانوا بيلعبوا جيم دفاعي كانوا فاشلين ان هم يلعبوا جيم دفاعي في لقطه ديست كان ممكن يسجل. غير كده خلاص برشلونه ما كانش متاح ان هو يطلع كسبان. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم هم بيعتمدوا على الهجمات المرتده وبيعتمدوا على التحولات السريعه جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. وقد كان في لقطه الهدف الاول اللي بيسجلها الابا، وبعد ما ريال مدريد ما سجل الاول قلت الماتش خلص، لان احنا مش عارفين اساسا نلعب كره هجوميه على ريال مدريد وهو بيدافع 0-0. هنعرف نلعب عليهم كره هجوميه واحنا مطالب مننا ان احنا نرجع في النتيجه؟ فالموضوع كان صعب. وطبعا كنت حاطط في دماغي كده في تغييرتين هتعملوا، التغييره بتاعت منجزه هتتعمل لو قرر ان هو يهاجم بكوتينيو ويسخن كوتينيو. اول ما شاف كوتينيو بيسخن قلت خلاص كوتينيو كده هينزل مكان منجيزة وهيرجع ديست وهيعدلها. والتغيير التاني اللي عافيه اللي غصب عن بوز اي حد في برشلونه سيرجيو روبرتو. سيرجيو روبرتو هينزل، هيلعب فين بقى؟ الله اعلم. سيرجيو روبرتو هينزل يلعب عافيه، حتى لو سيرجيو روبرتو ملوش مكان في الملعب بس هينزل يلعب عافيه غصب عن بوز اي حد. ليه؟ لا، من اساطير برشلونه يا باشا. طب تمام نكمل. هل احنا قادرين ان احنا نرجع في النتيجه؟ لا. هل احنا كان لينا فرص خطيره؟ كان لينا بصراحه، كان لينا واحده في نهايه الشوط الاول، والشوط الثاني حاولنا على قد ما نقدر بس الشوط الثاني كنا ضايعين خالص. طيب ننزل اجورو بقى بدري؟ لا، احنا هننزل اجورو في الاخر خالص. طب ننزل الاسطوره والشجره بتاعتك ديونج بدري؟ لا. طب تمام كمل زي ما انت عايز تكمل، لان انت الموضوع معاك صعب جدا. برضو مش عايز البسها للمدرب، اللعيبه غير قادره ان هي تجيب لك ماتش كبير. يعني احنا طالبين دلوقتي من انسو فاتي ان هو يشيل الفريق ويكون ميسي اللي جاي، وطالبين من جافي ان هو يكون تشافي او انيستا، وطالبين من ايريك جارسيا ان هو يكون مدافع كويس، ودي حاجات صعبه جدا انك تطلبها من العناصر الموجوده حاليا. الفرقه حاليا محتاجه حد كبير يشيلها، واحنا ما عندناش حد كبير يشيل الفريق. احنا عندنا بوسكيتس شايلنا هو وبيكيه ومفترض البا ومفترض سيرجيو روبرتو هم اللي يشيلوا الفريق، ما بالك دول اضعف عناصر في الفريق. فاحنا عندنا فريق متهالك، وعندنا مدير فني متهالك، وعندنا رئيس نادي كذاب بتاع تصريحات بس. اديني تصريحات واديني ان انت متفائل بان انا اكسب ريال مدريد، وانت عارف انك بتفسع الجمهور، وانت عارف انك هباد وطالع تضحك عليهم لا اكتر ولا اقل. الهدف الثاني اللي دخل فينا بعكس مجريات الماتش اللي احنا مفترض ان احنا بنعمل جيم هجومي وعايزين نرجع في النتيجه،
بيبين لك قد ايه ايريك جارسيا ده خازوق ومقلب. يعني انت ابطأ من اناناسا يا ابن الغبيه. فاسكيز سجل الهدف الثاني، كل الناس نامت، قالت لك لا المشكله دلوقتي في المدرب عشان خاطر يجي اجوري ويسجل الهدف في الاول، علشان نقول للناس يا جماعه المشكله في اللعيبه وفي المدرب وفي حاجات كتيره جدا جوه المنظومه اللي موجود فيها برشلونه حاليا. ريال مدريد كان جيد، كان جيد بقدر العناصر المتاحه، لان كارلو انشيلوتي بيريز جايبه عشان يشتغل مع المجموعه دي، طلعني من الفسيخ شربات. وكارلو انشيلوتي بيحاول فعلا يعمل كده، راجل مدير فني عارف يوقف الفرقه صح في الحاله الدفاعيه. حالتك الهجوميه بعتمد على بنزيما وبعتمد على الانطلاقات اللي بيعملها فينيسيوس ناحيه الشمال بس، لا اكثر ولا اقل. حاجات برهيات وحاجات سهله طلع بيها النهارده كسبان من قلب كامبرو اول مره يعملها، بس دي حاجه كنا متوقعينها. ليه؟ لانك قدام كومان، فدي حاجه طبيعيه انك تطلع كسبان النهارده برشلونه في الكامبرو. حاجه زمان ما كانتش طبيعيه بس دلوقتي بقت طبيعيه، لان احنا جاي عندنا لعيبه متهالكه وجيل متهالك ومدير فني متهالك. ولو كملت انا شويه لحد كده في الفيديو هكون انا متهالك وبرجع كل الكلام اللي انا قلته. فعزيزي قبل ما ارجع وقبل ما نرجع كلنا، ممكن تعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، واعمل ديسلايك لو ما عجبكش. في الحالتين هارد لك ولا تتامل خيرا من مباراه بايرن ميونخ في دوري الابطال، لان زي ما قلت لك الفرقه دي المدرب ده مش هيعرف يجيب لك ماتش كبير.